كابتن طارق هفرجك على هدفين تاريخيين ليه حابب ان انت تكلمني عنها. اه طبعا، ده هدف من الاهداف الجميله، يمكن هدف شودينج ستارز مع نادي الزمالك في نهائي افريقيا، كان في نيجيريا، كان بره ملعبنا وكنا مغلوبين 2-0، والحمد لله الجون ده يمكن في اخر دقيقه، الله يرحمه كابتن حمد امام كان هو المذيع وقتها، والجون ده فرق معانا كتير جدا. والهدف هو اللي فرق معاك؟ طبعا فرق معانا كتير جدا هنا، والجون ده يجي يمكن الكرة اتلعبت من أشرف قاسم بصراحة، اللي بتمنى له الشيفة إن شاء الله كابتن أشرف، البرنس الكرة المصرية، اتلعبت بينية، وهو كان حافظني كابتن أشرف، اتلعبت بينية وأنا اتحركت بشكل كبير جدا بسرعتي، وبعدين لميت المدافع وبحطها راحت خطة، راحت لعصام مرعي، لعصام مرعي مع مدافع تاني لسه هيشوط، راحت جاية لي الكورة قبضت في الاتنين، راحت جاية لي، رحت أنا حطيتها بوش رجلي الخارجي البعيدة. دي هدف من الاهداف الجميله، وده طبعا من الاهداف الجميله اللي يمكن الهدف دوت زي ما قلت جمهور نادي الزمالك عارف طارق مصطفى برضو من خلاله، لانه بصراحه كان في النهائي، يعني كان في نهائي وبره ملعبك وفرقه تقيله شودنج ستارز، كمان فيرنر كان مديني ثقه كبيره جدا في الملعب بصراحه، والهدف ده من الاهداف العزيزه جدا على قلبي ودايما بحب ان انا اشوفه. يعني هوري حضرتك الهدف الثاني وكلمنا عنه. اه طبعا ده هدف من الاهداف العزيزه جدا على قلبي، لان هدف لمنتخب مصر برضو، وهدف كمان من كره ثابته، ودي ما بتحصلش كتير دلوقتي، يمكن العالم كله بصراحه بيعملها، ولكن الكابتن جوهر الله يرحمه كان اخراجه وتنفيذه وكل حاجه يمكن بيعملها كابتن جوهر من ايام 90، من كاس العالم من ايام 90، لا احنا 98، 90 الجيل اللي كان قبلنا كان بيتدرب عليها طبعا، في وجود حسام وهاني رمزي وابراهيم حسن اللي هم كانوا موجودين في 90، كانوا موجودين معنا في المنتخب، ولكن الحمد لله احنا عملناه كتير في البطوله دي، كل المباريات. بيمثل لك ايه الجون ده؟ لا طبعا جون في نهائي بطوله امم افريقيا، يكفي ان كل الناس الحمد لله كل ما بيجي امم افريقيا بتتلعب بيجيبوا الاهداف ديت، بيجيبوا الهدف دوت، وبيفكر الناس دايما بطارق مصطفى، ودايما انا الحمد لله دي الحاجات اللي الواحد بيتشرف ان هو لبس منتخب مصر، ان هو ادى المنتخب مصر، وانه احرز كمان هدف زي ده في نهائي بطوله امم افريقيا، وتاخد كمان البطوله مع بوركينا فاسو في بوركينا فاسو مع جنوب افريقيا.